القهري، وش الأسباب اللي تدعو اليوم أو تحفز الوسواس القهري؟ جميع الأسباب التي ذكرتها الأبحاث العلمية لم ترتقي إلى مستوى النظرية، كلها تبقى في مستوى الفرضية. أشارت أن هناك بعدا وراثيا في جانب الوسواس القهري، وذلك من خلال الدراسات التي تمت على التوائم وحيدة ومزدوجة اللاقح، البويضة اللي جاي من بويضة واحدة أو من بويضتين. الدراسات أشارت أيضا أن المرض الوسواس القهري إذا وجد في أسرة فاحتمالية إصابة الأفراد تزداد عن واحد في أسرة مختلفة. بدايات الوسواس في العادة قد بعض الناس يظن أن قد تأتي تدريجيا، في نسبة تقريبا تصل إلى 50% قد تأتي بشكل مفاجئ. من الأسباب أيضا هناك تغيرات كيميائية، وأشاروا إلى نواقل عصبية محددة وضرب منها أمثلة مادة السيروتونين ومادة النور إبنفرين. هناك تغير في تركيزه، وهذا الذي يفسر استخدام الأدوية النفسية. المواد هذه؟ هذه نواقل عصبية. نواقل عصبية؟ أي، مش هرمونات ولا إنزيمات، تسمى نواقل عصبية. هذه التي هناك الخلايا العصبية في الدماغ، كيف ينتقل أي رسالة عصبية في الدماغ؟ عن طريق مواد كيميائية تكون موجودة بين الخلايا العصبية، فتنتقل المعلومة أو الإشارة أو غيرها عن طريق النواقل، فهنا تصير الصلة الموجودة بين الخلايا العصبية في الدماغ. هذه النواقل العصبية قد تزداد أو تقل حسب المرض، ومن هنا تستخدم الأدوية النفسية في مختلف الأمراض. مختلف الأمراض تختلف حسب اختلاف النواقل العصبية. يأتي مرض الهوس، يأتي مرض الاكتئاب، يأتي مرض الوسواس القهري، محط حديثنا الليلة. هذه كمضاعفات بروفيسور تقصد؟ ما أروع هذا السؤال حينما يأتي مفكر واسع الأفق مثلك، وهذا السؤال أنت سألته مع أساتذتي، فقالوا يا طارق لا تضيق صدورنا، بس إليك كلمة نعرف نجاوبها. طبعا مو ما يعرفون يجوتها، إنما يرعون طفلا صغيرا ينمو. قلت هل التغيرات هذه هي أسباب الوسواس القهري؟ أما الوسواس القهري إذا حدث تغيرت كيمياء الدماغ فحصل هذا الشيء، يعني الوسواس يحدث لسبب أو لآخر، ثم إذا قام الوسواس أصبحت النواقل العصبية. ولذلك جاءت البوست مورتم ستاديز، هذا اللي تأتي تأتي بعد وفاة الإنسان، فيحاولوا يدرسوا بعض التغيرات الكيميائية الموجودة حتى يشوفوا تفسير الكآبة وكذا. ما يمكن شرح دماغ الإنسان الحي، لكن هذا الشيء ما زال حائرا. أيضا جت دراسات تدفق الدم في الدماغ، هذه الدراسات أثبت أن هناك تغيرا في تدفق الدم عند المريض الوسواس من غيره، وهذه الدراسات أعيدت بعد العلاج، وليس فقط العلاج الدوائي، حتى العلاج المعرفي السلوكي لاحظ تغيرا في تدفق الدماغ. ولذلك لعل سؤالا يطرح نفسه، هل العلاج النفسي السلوكي يختلف عن العلاج العضوي؟ لعلي من هذا المنبر أقول أنها شكل واحد. كيف شكل واحد؟ هذا دواء وهذا كلام. من قال أن الكلام لا يغير في كيميائيات الدماغ كما أن الدواء يغير في كيميائيات الدماغ؟ وهذا سوء ذلك. حينما كان هناك مدرسة للعلاج النفسي الجمعي وغيره، ومدرسة للعلاج البيولوجي، لعل ربما تشترك في تغييرات ربما لا تكون ملموسة. إذن أسباب عديدة، هناك أسباب الضغوط النفسية الحياتية، والسؤال يطرح نفسه ثانية، اسمح لي أن أكون حرا في التفكير، هل الضغوط تسبب الوسواس القهري، أم أنها تحرك رمادا عند الإنسان، أو تحرك استعدادا جينيا عند الإنسان فيصاب بالوسواس القهري؟ إذن لعلها أسباب متعددة، ربما تكون صغرى إذا اجتمعت أصبحت كبيرة، وربما أثار بعضها أثار البعض الآخر.